الأمريكان كورنر هو منصة تربوية وثقافية بتأمن برامج مجانية لسكان الشمال وبالتحديد سكان طرابلس. الهدف من هذه البرامج هو تعلم اللغة الإنجليزية، تطوير المهارات التوظيفية والمهنية عند الشباب، تمكين المرأة اقتصادياً، هذا بالإضافة لبرامج ثقافية وتربوية مختلفة. The United States wants to see the people of Lebanon prosper. And initiatives like the American Corner in Tripoli offer the knowledge and skills necessary to bolster your economies, support your neighbors in need, and impact your communities. جمعية تطوير بلدنا عم بتوصل الأمريكان سبيسز لكل المناطق اللبنانية. من خلال البوب أب يو أس سبيسز 240 شاب وصبية بمناطق حصبية ورشية وصيدا وزحلة البقاع وعكر بالإضافة لطرابلس عم يستفيدوا من تحفيز قدراتهم على بناء مشاريع ليحققوا ذاتهم ويقدموا الأفضل لمجتمعاتهم. These American corners can really be a tool for you to gather. And the sky's the limit in terms of how you use it.